أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل سريعا. أيضا كان الفاصل من خاص بأكاديمية نادي المول العرب فرع السويس. طبعا هيكون في ضيافتي نجم من نجوم التدريب في الخليج زي ما ذكرت، وفي مصر أيضا الكابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني لمواليد 2001 لنادي بيراميدز. أهلا بيك يا كابتن سامر. أهلا بيك كابتن محمد، وأشكرك على الاستضافة. نورتنا يا حبيبي ده برنامجك. بوجودك طبعا. كابتن سامر، يعني في عجاله كده، يعني عايز برضو بعض الشباب الوقت الحالي عايز يعرف برضو بطاقه تعرف مين هو سامر عبد الرحمن. طبعا انا بدات كلاعب في صفوف النادي الاهلي تحت 14 سنه. تدربت بقى في صفوف الناشئين الى ان وصلت تحت 21 سنه. وصادفني بقى سوء حظ شويه في الفتره دي وانا في النادي الاهلي، لان كان بيلعب في مركز اللعيبه، كانوا في الوقت ده كانوا من اللعيبه المميزين هتولى. جدا رضا عبد العال، وليد صلاح الدين، عمرو انور، محمد عبد الجليل، كل دول كانوا موجودين. فحتى لما كنت بطلع في الفتره دي فوق في ما كنتش بلعب في المكان اللي انا بلعب فيه اللي هو رقم 10. فطبعا كان ده سوء حظ في خلال الفتره اللي انا كنت موجود فيها. بعد كده لما مشيت برضه صادفني سوء حظ تاني بالاصابات. يعني عملت 3 رباط صليبي. يعني وانت كنت لسه بتقول يا هادي. عطلني شويه بس يعني اتنقلت بقى من اللي لعبت في المحله، لعبت في الالومنيوم، شرق الدخان. وبعد كده انا بطلت بدري واتجهت بقى للتدريب من بدري. يعني طبعا بدايتي كانت في التدريب في امريكا، دربت 5 سنين متواصله هناك، دي كانت البدايه. وبعد كده رجعت هنا في نادي وادي دجله لمده 3 مواسم. وبعد كده بدات رحلتي في السعوديه بقى 10 سنين في السعوديه متواصله. يعني طبعا انت كنت عامل اسم كبير طبعا هناك في السعوديه، يمكن اخر نادي كان الرياض. نادي الرياض قبليه طبعا. المرحله بقى اللي قبل كده وقبله. المرحله اللي قبلها كنت في نادي القادسيه. واشتغلت في نادي الترجي السعودي برضو، نادي الجيل. طبعا نادي الجيل ونادي الترجي كنت ماسك الفريق الاول في الدوري اللي هو تحت الدوري الممتاز. قطعت بس التجربه في جيت سنتين للنادي الاهلي لما كلمني الكابتن عادل طبعا طعيمه. وكان شرف ليا ان انا اجي النادي الاهلي بعد ما سبت النادي من اكتر من 20 سنه. طبعا فكانت طبعا فرصه انت كويسه. انت ابن ابناء النادي، يعني ده ليك حق طبعا. فكانت فرصه كويسه بعد 20 سنه ان انا ارجع طبعا. وتشرفت ان الكابتن عادل طعيمه كان مدربي في النادي الاهلي لمده 3 سنين من خلال تجربتي مع الناشئين. فطبعا اعتذرت في نادي، كنت في نادي الخليج ساعتها، اعتذرت بين الموسمين واشتغلت بقى في النادي الاهلي لمده موسمين. رجعت تاني بعدها بقى القادسيه والرياض وحاليا كلموني طبعا المسؤولين في نادي بيراميدز. هو ده اللي انا عايز اقول فيه. يعني هنا المدرب المصري بيقاتل عشان يخلق فرصه للسفر في سواء في الامارات في السعوديه. النهارده كاب سامر عبد الرحمن بيقلب الترابيزه وبيعمل العكس، بيعتذر عن فريق الرياض في السعودية في المملكة ويجي بعد طلبه من السادة المسؤولين ان هو يمسك قيادة بيراميدز 2001. ايه الموضوع بقى بالظبط؟ طبعا هي خطوة ان الناس شايفاها ان خطوة غريبة شوية. الناس هنا طبعا بتتمنى ان يجي لها فرصة بره طبعا. فان حد يستقيل بره ويجي هنا دي اللي هي خطوه غريبه شويه على بعض الناس يعني. لكن انا حسبتها من جهه اخرى، ان انا من بعد الاهلي سنتين بتوع الاهلي برضو لازم يبقى ليك تعمل حاجه كويسه. وطبعا نادي بيراميدز نادي اسمه مميز طبعا حاليا. فلما كلمني كابتن معتصم سالم، يعني بيني وبينك احنا قعدنا في مفاوضات فتره طويله، شهر ونص اكتر كمان. وانا استمريت في قياده الفرقه في نادي الرياض طول الفتره. وطبعا انا اتشرفت ان هو اتمسك بيا جدا ان انا اكون موجود في فريق 2001. وانا لما لقيت التمسك ده ان انا اكون موجود طبعا يعني فكرت كويس جدا. وفي الاخر خدت القرار واعتذرت هناك في نادي الرياض. طبعا اللي بكن المسؤولين هناك كل الاحترام والتقدير، نادي مميز جدا طبعا. من نادي كبير في ومعاملته كويسه وناس طبعا تمام. يعني نادي من الانديه الكبيره جدا جدا في السعوديه. وجيت اسمح لنا يعني نحيي الكابتن معتصم سالم على تمسكه بيك. اهني اداره المسؤولين عن نادي بيراميدز لوجود قيمه كبيره كمان بجوار معتصم سالم، الكابتن عبد الناب عاشور. طبعا كابتن عبد الناب عاشور ده يعني من فتره من الفترات كنت بتابع النادي الاهلي، ففوجئت ان الخطيب كان بيتصل بيه مباشره عشان يجي يخوض قطاع ناشئين النادي الاهلي فتره من فترات. يعني انا حضرتها. يمكن المجلس الاداره او المسؤولين عن النادي لما جاب الكابتن معتصم سالم اكيد جاب الكابتن عبد الناب عاشور
عشان يكون في تعاون مثمر ما بينهم بفكر كابتن عبد النبي وفكر الكابتن معتصم. يمكن انا اتفق مع بعض الناس ان القطاع ما بيأديش بنفس النتائج باسم وحجم النادي، لكن خلينا نتفق انها تجربه انتقاليه من الاسيوطي لان احنا هيبقى فرق شباب الجزيره، فلازم السلبيات ممكن تكون كتير شويه، لكن انا زي ما قلت لك قبل الهواء انا واثق ثقه يعني جامده جدا ان الموسم اللي جاي هيكون بيراميد شكل وطعم اخر. خليني اقول لك برضو ان هي نقله، ان انت بتنقل يعني في بدايه دلوقتي ان انت عايز تعمل قطاع ناشئين من تقريبا من اول وجديد. فعندك اهداف عايز تحققها ان انت تبدا تطلع لعيبه للفريق الاول، والاول قبل ما تطلع لعيبه للفريق الاول انك تكون فرق في قطاع ناشئين. انت بتعمل فرق من اول وجديد كلها. انت كل فرقه تقريبا فيها حوالي 10 15 اكتر من 10 15 لاعب جداد. فطبعا انت يعني قله فتره التمرين اللي قبل المسابقات خلت طبعا ان تبدا النتائج مش هتظهر غير يعني تقدر تقول في النص الثاني من الموسم اللي احنا دلوقتي طبعا بنوقفه عشان عشان الظروف. لكن انت شايف ايه في القرار ده كابتن سامر؟ هل ممكن يكون فيها، انا قلت على قلت في الانترو في المقدمه ان هو مش انا حاسس ان هو مش هيكون في استكمال، لان 13 4 هيكون رمضان، كل سنه وانت طيب ومصر بخير، وفي ملاعب كتير جدا خلينا نتفق ما فيهاش اضواء كاشفه حتى لو هتلعب بالليل يعني، وبرده في نفس الوقت هيبقى اجهاد قوي قوي ان انت تلعب في الصيام، ولا انت شايف ايه؟ لا طبعا رؤيه من المسؤولين في الدوله لنظره طبعا انت بالظروف اللي بنمر بيها في بسبب فيروس كورونا وكده، فاعتقد ان هي رؤيه ان تاجيل المسابقات لفتره معينه. هم اكيد شايفين حاجه احنا مش شايفينها. يعني احنا يعني بنحاول ان احنا الدنيا تمشي من كل الاتجاهات. فان شاء الله يكون في استكمال للمسابقات، هم قالوا لغايه 1/4، فبس اعتقد الفتره تبقى طبعا قليله جدا من 1/4 لبدايه رمضان. في مسابقه ال 2006 وال 2003 دي مسابقه من دورين فطويله شويه. ده المفروض تخلص مثلا 11 او 12. هي اوريدي من دلوقتي لو هي شغاله محتاجين 3 شهور. فلو بداوا في اول 4 ما اعرفش هي الفكره هتبقى ايه، لاستكمال المسابقات هتبقى ازاي. ممكن يكون عندهم جدول او عندهم خطه لاستكمال الدوري بشكل ملاعب معينه تستقبل المباريات بالليل. ممكن. لان فكره اللعب في الصيام دي كنا بنعملها من زمان جدا، من 20 سنه وما بنعملهاش دلوقتي خلاص. فما اعتقدش ان هيبقى في تفكير ان المسابقات تستمر وقت رمضان ووقت الصيام، فمش عارف ممكن تمشي ازاي. كلمنا عن فرقتك بقى كابتن 2001، ظروفها ايه وماشي ايه يعني الفرقه احنا استلمت الفرقه متاخر شويه قبل الدوري بشهر، وبعدين فوجئنا ان هم حددوا المواعيد البدايه. يعني عملنا فرقه تقريبا من اول وجديد. انا عندي حوالي 15 لعيب جداد. كان عندي برضو مشكله شويه في العدد، ان العدد السنه دي بقى 25 القيد 25. عندي 4 مقيدين في الفريق الاول، منهم ابراهيم عادل بيلعب دلوقتي حاليا مع الفريق الاول. في برضو اشتروا لاعب من نادي النجوم، في حارس مرمى، فانا اوريدي القايمه اتاخد منها 4 لاعبين، فبقى عندي 21 لاعب بس. فطبعا كان صعبه شويه انك تكون فرقه في وقت قليل من 21 لاعب. فبعدين انا فوجئت بعد ما جيت ب 10 ايام عايزين القايمه تبقى ابعت القايمه الاولى. فطبعا انت يعني اضطريت انك تكمل تبدا الموسم بعناصر لسه انت مش شفتهاش كويس. على العناصر يعني انا استعنت برضو بحوالي 5 عناصر من اللي كنت بدربهم في الاهلي 2002. فكره برضو الغاء مسابقه 2002 في معظم الغاء مسابقه والغاء الفرق 2002 في معظم الفرق، وده مجا 2001 مع 2002، فخلت ان معظم الفرق 2001 و 2002. فانت تعتبر انا عندي ميكس ما بين 2002 و 2001. فمحتاج وقت، محتاج مباريات وديه، محتاج تتعرف على قدرات اللعيبه القدام اللي معاك. فطبعا واجهنا شويه صعوبات، فبنحاول ان احنا يعني نتغلب على الصعوبات اللي قابلتنا. واعتقد ان الثمار التجربه دي هتبان اعتقد السنه الجايه، السنه الجايه اكتر بصوره اوضح من السنه دي. وهتكون كمان المساحه زي ما بيقولوا القماشه واسعه جدا كبيره، تقدر تختار براحتك وتقدر تستغنى عن اللاعب ده وتجيب لاعب تاني. هتبقى الدنيا فيها رؤيه اكبر طبعا شوية. انا استبدلت 4 لاعبين في 5 لاعبين في يناير بسبب ان انت ما لحقتش تعرف على قدرات اللعيبه. فعايز بتحاول تلحق ان انت تكون
يعني تحسن شكل الفرقه. فاستبدلت 5 لاعبين. بيحصل لك طبعا السن ده في طفره، في لعيبه عايزه تطلع الفريق الاول، الطموح بيتجدد، في لعيبه تفكيرها في ان هي احتراف. فطبعا انت بتواجه مشاكل كتير في سن 2001 ده، انت بتحاول تتغلب عليها كلها طبعا، بالاضافه للمشكله الاكبر اللي هي تكوين الفرقه من الاساس يعني. اكيد يا كابتن. ما الاعداد بس استاذ ايمن يحط لنا بس الجدول 2001 كده، نبتدي ب 2001 عشان معنا الكابتن سامر مدير فني بيراميدز. 2001 جدول المباريات اللي اتلعبت الفتره اللي فاتت ونتائجها. يعني انت ترتيبك الكام دلوقتي في المجموعه كابتن؟ احنا يعني السابع تامن حاجه كده يعني. من كام فرقه؟ من التسعه. لعبت كام مباراه؟ لعبنا 5، فوزنا اول مباراه على طلائع الجيش. طبعا عندي سوء حظ، طبعا انا عندي 21 لاعب بس، عندي اصابات كتير. عندي لعيبه راجعه من اصابات، عندي ايقافات، لعيبه بتطلع الفريق الاول. ما حاولتش تصعد من 2003 في يعني؟ صعبه يعني. 2003 يلعب 2001 صعبه، بالاضافه طبعا انت تقدر تسد العجز اللي طبعا عملت. انا معظم الماتشات بدخلها ب 15 لاعب وب 16 لاعب. كان عندي ايقاف ل4 لاعبين، ايقاف داخلي مباراه المقاولين اللي قبل اللي فاتت. كنت بلعب من غيرهم، كنت داخل القايمه خدت 2 لعيبه من ال 2003، ومع ذلك كنت بقايمه 17 لاعب. معظم الدوري حتى المرحله الاولى معظم الماتشات ب 15 و16 لاعب، ما بكملش القايمه بسبب الاصابات والايقافات واللعيبه اللي موجودين مع الفريق الاول. فيعني بنحاول ان احنا نعد فرقه تكون، او على الاقل بنطلع عناصر. انا عندي 3 عناصر على طول موجودين مع الفريق الاول دلوقتي بيتمرنوا، ده تعتبر انت عملت حاجه كويسه يعني في أكيد اول أكيد. موسم يعني. لكن طبعا طب حط لنا، تعال نتكلم بقى على الجداول يا كابتن. حط لنا 2003 نشوفها كده انا والكابتن، نراجعها كده انا والكابتن سامر. 2003 على الشاشة معانا. يعني ده 2003 كابتن، طبعا جدول الترتيب اهوت، الزمالك في المركز الأول. 2003 اتفرجت على المباراة من حوالي 3 أيام كده، الزمالك بيلعب عندنا بيراميدز. أعتقد الزمالك عندهم فريق مميز جدا في 2003، وانا دلوقتي شايف ان هم في المركز الاول، فاعتقد يستحقوا ان هم يكونوا متواجدين في المركز الاول بالعناصر اللي انا شفتها والشكل والتكتيك والشغل اللي هم يعني فريق مميز يعني. احنا عندنا برضو في بيراميدز كابتن اشرف ابو زيد عامل فريق مميز، برضو معظم الفرقه جداد، فطبعا محتاج وقت عشان برضو يقدر ان يحط التكتيك والشغل بتاعه، ان نتيجه تبان على العناصر الجديده اللي موجوده معانا. شايف الاهلي في المركز الثاني. اعتقد دي حاجه كويسه، لان طول الوقت وانا موجود في النادي الاهلي الفريق 2003 كان دايما يعني محتاج عناصر جديده، وشايف ان هم السنه دي طبعا بداوا يتطوروا جدا مع الكابتن محمد شرف، مدرب مميز جدا. اكيد يعني برضو عمل ماتش كويس جدا، يمكن مع المقاولين العرب بنقول كابتن محمد عبد العزيز زيزو هارد لك، عمل مباراه طيبه جدا وكان متقدم 1-0، لكن للاسف خسر برضو في الوقت الضايع 2-1. ادوا بشكل كويس جدا طبعا. الزمالك على الجدول لعب 4 مباريات، فاز 3 وهزيمه 1، له 9 نقاط. الاهلي لعب 4 مباريات عنده 8 نقاط، وادي دجلة في المركز الثالث 7 نقاط، هنا بيراميدز برضو في السابع برضو 2003. لو رحنا برضو ل 2001 2006 2006 معانا صح؟ 2006 كابتن سامر برضو يعني يمكن الماتش الأخير على الشاشة عندنا، الإنتاج الحربي طبعا عامل مفاجأة مع المدرب محمد عبد الله. عندهم منظومه كويسه للانتاج الحربي، فاز ماتش مهم جدا خارج ملعبه 1-0. المصري طبعا لعبوا، انا شايف لعبوا مباراه واحده يعني لسه، هي لسه اول مباراه اللي كانت الاسبوع ده، وكان المفروض ان يوم الاثنين كان المفروض بكره المقاولين عنده مباراه وكانوا هيستكملوا المباريات، لكن القرار ما تقدرش تحدد قوي برضه لان مباراه واحده لسه، انت ما شفتش، ممكن تكسب المباراه الاولى لكن بعد كده ممكن النتائج بتتغير. وطبعا في فرق بتبقى عندها فرقه
كل اسبوع بتبقى باي لان التسع فرق، فاعتقد لسه بدري انك مباراه واحده ما تقدرش ده تحدد. اذا استكملت يعني ده ولها منتخب كمان، كابتن مؤمن مدير فني ومع عصام عبده ومعاه اعتقد دوري 2003 2006 2003 2006 الاثنين عندهم منتخب، فلازم يستكملهم. يعني انا مثلا ده مباراه واحده هيختار منتخب ازاي؟ لسه ما لحقش يشوف لعيبه. هو شاف في المرحله الاولى يعني دي المرحله الثانيه، لا دي الاقوى لان الفرق القويه بتلعب بعض. هو شاف اعتقد المجموعتين او الثلاث مجموعات، كان معمول ثلاث مجموعات برضو. شاف كان كابتن مؤمن موجود دايما، مؤمن سليمان المدير الفني، كان موجود كابتن عصام عيد في البنك الاهلي، لقيته متواجد في المقاولين، متواجد في ايمي، متواجد. يعني انا عايز اقول هو ممكن، انا اعتقد ان هم الرؤيه اتضحت بالنسبه لهم. بس اعتقد انت ما بتدخل على المرحله الثانيه اللي هي فيها المنافسات اقوى، المباريات بتبقى من الفرق في نديه اقوى، والاعتماد اعتقد هيبقى كمان على كل مدير فني. يعني هو هيبتدي يستغل حتى لما يستكمل المسابقه، هيبتدي يتصل بالكابتن سامر، عندك مين كويس ترشحه في المعسكر، ويبص ويشوف. اكيد اللي لازم يبقى فيه بدائل لو المباريات ما لازم هيسال كل مدير لازم فني، لازم يبقى فيه بدائل. واتمنى كل مدير فني يكون عنده يعني ايه ضمير كده ويرشح اللاعب اللي يستاهل. اصل الكوره انت ما فيهاش واسطه، هيدخل اول تجمع هيشوف الكابتن مؤمن هيشوف اسمه. معانا تليفون كابتن سامر، استاذ اشرف اهلا وسهلا. اهلا كابتن محمد. اهلا حبيبي. الله معلش كان في عطل في الصوت، بس اتفضل يا استاذ اشرف. نعم يا فندم، هو برضه احب اشكر فريق الاعداد العظيم. اتفضل يا حبيبي. دكتور معايا معلش. اولا احب اهني النادي الاهلي وكل المصريين على الفوز على احنا هنينا يا اشرف. خش في المشكله. عندي مشكله، انا عندي في بلدي انا عندي فريق العصايه ديربي نجم شرقيه. 8 كره و28 تابع، تقريبا 49,000 مواطن. كان عندي في 2008 منحه من الاتحاد الاوروبي 146,000. 146 مليون اسف. حصلت مشاكل كتير، وفي محطة مية اتصرف عليها ملايين اتقفلت. اللي يهمني دلوقتي واللي يخصني في مستشفى أو مركز طب الأسرة بالعصاية. المركز ده بمستشفى ديار بنجم والإدارة الصحية بديار بنجم بييجوا ياخدوا منه شاشات وكراسي وعيادة أسنان وبياخدوا منه أجهزة كتير. الأسبوع اللي فات كانوا جايين الإدارة الصحية الدكتورة هبة ومدير مستشفى ديار بنجم جايين ياخدوا أوضة العمليات، في معدات وغرفة عمليات. ما اشتغلتش قبل كده، ضربنا نشغلها فقالوا عايزين الاسعاف. وقود ذاتيه جبنا الاسعاف، بعد كده الاسعاف اتسحب. ما اعرفش في يعني الاستاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبني في البلد وبيطور في الكره والارياف، ما اعرفش المسؤولين اللي هم في ديار عندنا بيحاولوا يجيبوا المواطن كل حقوقه ليه. يعني عندي انا بدل ما اكون في ضغط في مركز المستشفى ديار بنجم، ليه ما تشغلش المستشفى ده؟ فعلا مبنى يا فندم صارف ملايين ملايين وتجهيزات. طب لما انا مش هشغله ليه صرفت عليه وخصصت ان يكون في غرفه عمليات واصرف عليها ملايين وارجع اسحب الحاجه دي؟ ده بيوضح ان ممكن يكون ده كان معمول كده مخزن ان انا احط فيه اجهزه واسحبها تاني. اتمنى يا اشرف اتمنى ان يعني يكون حد من الساده المسؤولين. طبعا انا بشرف ان ده بلد ديار بنجم، ويمكن لما الناس كلموني على المشكله أنا طبعا يعني مش برنامج اجتماعي، لكن أنا أقل حاجة أقدمها لبلدي إن أنت تطلع وتعرض مشكلة اللي عندك. وأتمنى من حد من السادة المسؤولين يكون سمعنا ويكون بيتابعنا، وتحياتي ليك وكل أهل ديار بنجم وكل كرة ديار بنجم جميعا. ده دور يا كابتن سامر. لما كلموني وتواصلوا معايا في البلد كان لازم إن أنا يعني أساند إن هم يعملوا معايا مداخلة يعرضوا مشكلتهم يعني. طبعا كل واحد عنده المقدره انه يقدر يساعد بلده، وطبعا ما تتاخرش عن يعني اتمنى ان هم يعني حد يسمعنا وحد يحل لهم المشكله الكبيره ديت. كابتن سامر في عجاله كده بقى، انت شايف ايه وقطاعات الناشئين راح على فين؟ والله انا يعني بطلب ان اللي يبقى الاهتمام بقطاعات الناشئين اكتر من كده شويه، ونظام المسابقات، اهتمام بالملاعب، المواعيد، بدايه الدوري ونهايته. بحس ان البطولات الناشئين بتقام فقط عشان يبقى في دوري شغال، مش للتطوير. لازم يبقى في تطوير في المسابقات بصوره اكبر من الوضع اللي احنا شايفينه. لازم يبقى في اهتمام بالملاعب. يعني الملاعب ده اهم شيء للناشئين، وانك طبعًا انت بتخرج طبعًا العناصر وبتطلع العناصر اللي هي هتفيد بعد كده المنتخبات. ما تقدرش تشتغل من غير
من غير ملاعب يعني مجهزه بصوره احسن بكتير من اللي احنا شايفينه. طبعا بشوف فرق كبير جدا بين بالكره السعوديه والكره المصريه. شفنا الفرق كمان في الكره لما شفنا الباير والاهلي، عرفنا احنا فين والناس التانية راحه فين. لا مش ده المقياس يعني. لا يعني انا شايف ان ده مقياس، لان احنا بعيد شويه. زي ما انت قلت ملاعب مهمشه، ملاعب مش ما فيش استعداد. يعني عايز اقول الموضوع ده ملف شائك جدا جدا، الملاعب والفكر الجديد. لكن على وعد يا كابتن سامي نكون مع بعض دايما ان شاء الله. وانا طبعا بشرف بيك انت على المستوى الشخصي حبيبي، وانا بعتز بيك. شكرك يا كابتن محمد، وقيمه كبيره ومدرب محترم ومدير فني على اعلى مستوى. انا بقعد استمتع بيك وانت بتدير المباراه بامانه. يمكن مباراه المقاولين انت خسرتوها، لكن قد ايه انت يعني كنت عامل جيم مفتوح وبتهاجم ومن على الاطراف، في فكر في الملعب. النتيجه اعتقد انها مش مقياس ان انا اقدر اقيس لها مدير فني، لكن انت عامل اداء محترم جدا جدا. ويمكن الفتره اللي جايه هيصعد من عندك اكتر من لاعب للفريق الاول باذن الله ان شاء الله. كلمه اخيره تحب توجهها معاك الدقيقه وتفضل. طبعا في البدايه اشكرك يا كابتن محمد على الاستضافه، وان شاء الله اتمنى لك النجاح في برنامجك، تستاهل كل خير وان شاء الله، وان تقدم باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن سامر، اشكرك على وجودك يا حبيبي. اعزائي المشاهدين طبعا يعني الوقت سريعا جريبينا مع الكابتن سامر، لكن على وعد باللقاء باذن الله دايما يكون موجود معايا باستمرار، وده شرف ليا. اعزائي المشاهدين بشكركم على حسن المشاهده والمتابعه، دمتم في امان الله، ونلتقي الاحد القادم باذن الله في تمام العاشره. دمتم في امان الله.